أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية في ليف سبور. تجرى الليلة قرعة نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم خلال برنامج التسعة سبور على قناة التسعة. خلينا نذكر أن الأندية المعنية بالمباريات هما كل من النادي الإفريقي، نادي الصفاقسي، اتحاد بنقردان ومستقبل المرسى. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن إجراء تعديل في توقيت المباراة الودية لتجمع منتخبنا الوطني لكرة القدم السيدات بنظيره السنغالي اليوم الاثنين، ونوقع تأجيل المباراة ب 30 دقيقة، أي ستنطلق على الساعة 5:30 عوضا عن الساعة 5. أعلن الترجي الرياضي التونسي عن إمكانية انضمام متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي عزيز الفالح إلى فريق باب سويقة بعد نهاية عقده مع نادي جوهرة الساحلة. أعلن نادي مونبلي عن انضمام مهاجم المنتخب الوطني التونسي وهبي الخزري بشكل رسمي في الساعات القادمة إلى الفريق. خلينا نذكر أنه الخزري تلقى عدة عروض من فرق أخرى بعد نهاية عقده مع سانت إتيان، لكنه اختار الانضمام إلى مونبلي الفرنسية. أحرزت التونسية وفاء محجوب الميدالية الفضية في رياضة الكاراتيه وزن 61 كيلوغرام في دورة الألعاب المتوسطية المقامة في وهران الجزائرية. يسافر اليوم منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى العاصمة الرواندية كيغالي للمشاركة في النافذة الثانية من تصفيات المونديال، وكانت ضمت قائمة المنتخب كل من عمر عبادة، أسامة المرنوي، مراد المبروك، محمد حديدان، مكرم برمضان، صالح الماجري، مايكل رول، رضوان سليمان، أشرف الجنوني، هيثم سعادة، زياد الشنوفي ومختار غيزة. خلينا نعطيه برنامج مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. مواجهة المنتخب الكاميروني يوم 1 جويلية، يوم 2 جويلية مواجهة جنوب السودان، ويوم 3 جويلية مواجهة منتخب رواندا. نعطيه الترتيب الحالي لمجموعة المنتخب الوطني التونسي. في الصدارة جنوب السودان بست نقاط، في المركز الثاني المنتخب الوطني التونسي بخمس نقاط، في المركز الثالث الكاميرون باربع نقاط، وفي أسفل الترتيب نقاو رواندا اللي في رصيدها ثلاث نقاط. نمشي وتنس، ولعشاق الكرة الصفراء تواجه اليوم بطلتنا التونسية أونس جابر المصنفة الثانية عالميا أولى مبارياتها في بطولة ويمبلدون للتنس ضد اللعبة السويدية بروكلاندا المصنفة 123 عالميا، وذلك في إطار الدور الأول من المسابقة. نختم أخبارنا الرياضية بمعلومة صحية تساعد الرياضة على النوم العميق وتمنع الإصابة بالأرق وتخفف أعراض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والإحباط. كانت هذه أهم وآخر الأخبار الرياضية. نذكركم أخبارنا ديما متواصلة على السيت متاعنا www الحياة فام بونات. أجمل تحيات حسام الربحي وبقية متابعة طيبة لبرامج الحياة فام. لايف سبورت، أخبار ومواعيد.